بخير على بركة. السلام عليكم، تحية للأسود، تحية للركراكي، قدم ماتش زويون. صافي نبدا. تحية للأسود وتحية للركراكي، ماتش زويون والله يخليهم هكا. وخصنا حمد الله خصو يبان في المنتخب، حيت ما عندناش شي ناف اللي هو دباح بالعربية. خصنا شي ناف يكون، ولا كاين شي خلاف بينه وبين القجا يخليو داك الشيء ابار ويغوتو لنا الحمد لله. كيجيك الاداء ديال المنتخب؟ لا الاداء فوق واعر. وبالنسبه للوليد الركراكي؟ ناضي. اشنو تقدر تقول لوليد الركراكي؟ ناضي تبارك الله عليه، يبقى في هذه المسيره هذه هكا ويكمل في هذه الخطوات هذه. يعني تبعتي المقابله من الاول؟ ماتش في المستوى وتشيلي راه ما ساهلاش، راه جوج الخطرات وهي تتقصي الارجنتين تتدي لها، يعني راه ماتش في المستوى وزويون والله يخليهم هكا. وخاصنا حمد الله يغوتوا لنا ليه المنتخب. يعني اداء رائع، اداء رائع فوق من رائع اللي هي لعبوا كره، قصروا بيناتهم كره زويونه، كره حديثه، يعني عندنا دراري في المستوى. تسعود اللي ما عندناش، السعود اللي ناقصنا في المنتخب. ولا بيني وبينهم شي حاجه ما يدخلوش. كيجاك الاداء ديال المنتخب؟ لا برافو عليهم، ما عندي ما نقول، الله يعطيهم الصحه. وجاني نقول لك منتخب ناضي تبارك الله، الناس الله يعطيه الصحه، ما كاين نيس ما نقول. واني اخويا راه بغينا حمد الله، راه حمد الله اللي خصنا دابا الناس. وتحيه الامين الشاروخاني. قلنا شي كلمات بخصوص المنتخب يعني والاداء يعني ديالو كيف الاداء ديال؟ رائع فوق من رائع اللي هي، اداء زويون وتبارك الله على والد. وما نتمناهم يكملوا في هذه المسيره هذه، ونتمناو نتاهلوا للدور الثاني ان شاء الله في المونديال. وتحيه للدراري كاملين اللي لعبوا هذه المقابله هذه، من اشرف الحكيمي و اي من اشرف الحكيمي البوفال. البوفال ماتش في المستوى. اش ما نقول لك، هذاك النصيري كاع يعاود يجيبو والو، عيان داك النصير هذاك، راه عنده شي رجلين واقيله بال، وكوره باغيه تتمركا ودير لها هكا براسو شحال كصاحبي. وتحيه للوليدات الرشيديه. عندي ما تسال، تبغي تقول شي كلمه اسير؟ صراحه تحيه للبوفال وتحيه للحكيمي وتحيه للزياد، ودي ديكاس لخويا الشاروخاني، وديما حمد الله، جيبوا لنا حمد الله، الا ما كانش حمد الله راه ما كاين والو الصراحه. وعاش الملك تبارك الله. يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه، واللي كيقولوا بان الاداء ديال الاسود ضد تشيلي رائع ورائع جدا، وباللي كان منتخب يعني في المستوى الركراكي، واللي كيقولوا بانه واعر واعر بزاف، واللي كيتمنوا انهم يشوفوا هذا الاداء في المونديال ايضا. دائما اجدد الترحاب والتحيه لكل متابعي قناه الشعب في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه، وان شاء الله متابعي قناه شوف تيفي الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله. يتفاعلوا معنا.